راه عندنا هنايا مشكل تاع شبكه مياه الصرف الصحي اللي راهي تصب في ارض فلاحيه، ارض خصبه هنايا، بالرغم راه نشوفوا هنا وزاره الفلاحه دائما تندد بهذا المخالفات، ودائما الطالب هنا وزاره العدل بمحاربه السقي بمياه الصرف الصحي هنا. وراهي هذه الارض هذه معناها راهي ارض صالحه للزراعه، راهي العشب تاعها راهي يتغذى منها الاغنام، والاغنام هنا وين غادي تروح؟ هنايا غادي حنايا اللي غادي نتناولوا هذه اللحوم. هذه اللحوم معناها الانسان هنا راه بطريقه غير مباشره راهي يعرض نفسه للتهلكه. رانا نعانوا من عده مشاكل، عده كما نقولوا ازمات بزاف، ازمه الاوساخ حشاكم الزيغو هذاك راهي تلحق الريحه تاعه حتى لهنا حتى للدوار. نطلب من الرئيس البلديه الحالي باه يتخذ الاجراءات للقضاء على هذه الازمه رمي الاوساخ في كل مكان.